تفتكر يا حسن الحاجات دي هتعجب نور اختي؟ يا عم هي اخت انا ولا اختك انت؟ هتعجبها هتعجبها ان شاء الله. ما عجبتهاش علي ما تسوحناش جده هيعجبك. جده جه جده جه. اولاد صباح الفل يا حبيبي. صباح الرضا جده. ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ كله تمام زي الفل. انا عاوز كل حاجه تبقى تمام قبل المغرب. طمن يا جده كله تمام باذن الله. ما تقلقش. والله صباح الخير يا بابا. صباح النور. ها جاهزين النهارده؟ مفحوطين من الفجر والله يا عمته، انما علي بقى. علي ايه في ايه؟ اتفحت معايا برضه من الصبح. والله يا خالته رايحين جايين من الصبح وطلبات لحد ما اتقطن ظهرنا. ده ابوك لحد قريب جدا كان بيعمل كل حاجه جنب شغله، لا عمره يا اخويا فتح بقه ولا اشتكى. مش كده يا حاج ولا ايه؟ ده عيال خدعه. حبيبك انت. لكن بسم الله ما شاء الله. لابسه يعني بدري كده وراحه فين؟ لا يخلعوا. طب انا بقول نستأذن نشوف اللي ورانا بدل ما نتهزق تاني ولا ايه؟ صح انا بقول كده برضه. بعد اذنك يا جد. بعد اذنك يا علي. تعالى انت بقى انا هحبسك. انا قلت يعني عشان طول اليوم كده هبقى مشغوله قلت اروح بسرعه اخلص الشغل واجي اوام. بسرعه؟ النهارده عايده. هو انت ليه يا بابا مش عايزني اعمل حاجه اللي انا بحبها وانجح فيها؟ ليه مستكتر عليا ان انا اتعب والاقي نتيجه تعبي؟ لا انا بجد مش فاهمه. ليه مش عايز نثبت لنفسي والدنيا كلها ان انا انفع في حاجه وان انت لما ما رضيتش تاخدني معاك الشركه كنت ان انت وجهه نظرك غير موافقه فيها. يا بنتي انتي ما محتاجاش تثبتي حاجه لحد وده اللي ما انتش قادره تفهميه. انتي بنت حسن درغام عايزاه تاني. ايوه يا حاج بس يعني خلاص اتكل على الله. يلا عشان تعودي بدري توقفي جار اختك وبنتها. يلا اتكلي على الله. صف الله العظيم. معلش يا امي انا عارف اني مقصر معاكي بس والله غصب عني. غصب عنك ليه يا ياسين؟ وانا عمري طلبت منك حاجه ولا حملتك حاجه؟ بس حتى الزياره تبخل عليا بيها؟ طب امك وخلاص ماشي مهما زعلت منك قلبي مش هيغضب عليك. انما اختك تتطلق وما تجيش تطل عليها غص عليك يا ياسين. ما انا جيت اهو. متاخر متاخر قوي. يا ريت تقول لي بقى وتفهمني ايه اللي بعدك عننا قوي كده. خليني ساكت يا امي. وساكت ليه يا ابن بطني؟ ما تقول انت ريح قلبي وقول لي انا عملت ايه معاك مزعلك قوي مني كده.